مساء الخير. في الجزء الثاني من جاوسز لو برزنتيشن هنتكلم عن شوية مسائل زيادة. المسائل اللي كانت في الجزء الأولاني ممكن نسميها مسائل الفلكس أو الفيض، اللي هي ما بنفكش فيها التكامل بتاع ايدو دي اريا بتفصيل ممل، يعني بيبقى حاجات بسيطة وبيبقى الموضوع فيه فاي أكتر من أي حاجة تانية. المسألة الجاية دي احنا مش هنتكلم عن فاي، هنطنشها شوية وهنتكلم عن علاقة الشحنة بالالكتريك فيلد، يعني هنهتم بالجزء من جاوسز لو اللي بيقول انه الانتجريشن على كلوز سيرفيس او سطح مقفول اي دوت دي اي ايكوال سيجما كيو انسايد مجموع الشحنات اللي جوه سطح جاوس مقسوم على ابسلون نوت. في المثال اللي قدامنا ده هنلاقي عندنا تشارجد سفير، يعني كورة مشحونة عليها توتال تشارج هنسميها مثلا كابيتال كيو، وليها نص القطر هنسميه كابيتال ار، وعايزين ندرس الكتريك فيلد في جميع الاماكن اللي في الكوره دي، يعني جواها وبراها وعلى السطح. في ريجن نمبر 1 جوه الكوره هنقول ان احنا هنرسم سطح جاوس اللي هو السطح اللي هو المنقط باللون الاحمر ده، هيبقى ليه نص القطر سمول ار اصغر من نص قطر الكوره المشحونه اللي هو هنسميه كابيتال ار. وزي ما اتفقنا قبل كده الكوره دي كوندكتور، فهيبقى الشحنات موجوده على السطح الخارجي والالكتريك فيلد بيبتدي من السطح الخارجي ويرمي على بره باعتبار ان الشحنات مثلا موجبه. فلو جينا نطبق هنا هنلاقي ان سطح جاوس ده المقفول جواه تشارج بتساوي صفر، مفيش شحنات جوه، نتيجه القصه اللي حكيناها قبل كده انه عشان يحصل الكتروستاتيك ايكوليبريم او يحصل اتزان كهروستاتيكي لازم الشحنات تتنافر وتمشي وتبعد للسطح الخارجي. وبالتالي ببساطه هنا في التكامل بتاع اي دوت دي اريا بيساوي سيجما كيو على ابسلون نوت، سيجما كيو بيساوي صفر، وبالتالي على طول لازم يكون الكتريك فيلد بيساوي صفر. ولما نيجي نرسم الكلام ده كرسم بياني او بنرسمه على جراف اي فيرسس ار، هنلاقي ان الكتريك فيلد بيساوي صفر جوه الكوره في المنطقه ار ار سمول اصغر من ار كابيتال. طيب على السطح بقى مباشره ايه اللي بيحصل؟ على السطح مباشره دي هنسميها ريجون نمبر 2، وفيها السمول ار اللي هو سطح جاوس هنكبره شويه بحيث انه يوصل لسطح الكوره كابيتال ار، وساعتها هيبقى جوه سطح جاوس معانا كل الشحنه اللي هي كابيتال كيو، وساعتها هيبقى التكامل بتاع اي دوت دي اريا بيساوي اي دي اريا كوزاين ثيتا. زي ما قلنا قبل كده الالكتريك فيلد ده متجه والدي اريا ده متجه، الزاويه بينهم كام بنسميها ثيتا. لما نقف هنا على سطح الكوره الالكتريك فيلد بيبقى في اتجاه راديال، و وده خاصيه للشحنات اللي موجوده على سطح كوندكتور ان دايما بتطلع الكتريك فيلد عمودي على الكوندكتور. طيب الكوندكتور هنا كوره فالعمودي عليها هو نص قطرها او الاتجاه الراديال، والدي اريا ان انا اقف عند نقطه واشوف النقطه دي ليها او منطقه صغيره ليها مساحه بيمثلها اريا فيكتور او متجه مساحه عمودي عليها لبره الجسم المقفول، فبرضه هيبقى راديال، وبالتالي التو فيكتورز بتوع الاي والدي اريا بينهم زاويه صفر دايما، سواء انا واقف هنا او واقف هنا او واقف هنا، دايما الالكتريك فيلد راديال ودايما الدي اريا راديال، وبالتالي دايما الزاويه بينهم صفر بغض النظر انا واقف فين على الكوره، وبالتالي زاويه ثيتا بتساوي صفر دايما، فكوزاين صفر بواحد يبقى تكامل اي دي اريا. الالكتريك فيلد ده بقى هيبقى ثابت بالنسبه للاريا لسبب بسيط، هو صحيح انا ما اعرفش قيمته ايه لحد دلوقتي، ولكن اتوقع انه من السيمتري بتاع الشكل الالكتريك فيلد قيمته هنا قد هنا قد هنا قد هنا قد هنا قد هنا، طالما انا واقف على نفس البعد من السنتر كل حاجه متماثله كل ظروف زي بعض مفيش افضليه لنقطه على الثانيه، وبالتالي الالكتريك فيلد اللي لسه معرفش قيمته بتساوي كام اقدر اقول ان قيمته ثابته بالنسبه للاريا فيقدر يطلع بره التكامل. قيمته لا تعتمد على الاريا، ما هوش فانكشن في الاريا اليمنت اللي انا بختاره، وبالتالي هيبقى عندي تكامل دي اريا اللي هو ببساطه بيطلع اريا، والاريا هنا هتبقى 4 باي ار كابيتال تربيع اللي هي مساحه سطح جاوس. الطرف الثاني من المعادله سيجما كيو ان على ابسلون نود، انا عندي الشحنه اللي ان هي الشحنه بتاعه الكوره، وبالتالي هيبقى الالكتريك فيلد في الاخر هيساوي كيو على ابسلون نود مقسوم على 4 باي ار تربيع. يعني عند السطح لما اجي ارسم الالكتريك فيلد هلاقي القيمه بتاعه الالكتريك فيلد قفزت فجاه لكي كيو على ار تربيع 1 4 باي ابسلون نود ار تربيع في كيو، قفزت فجاه لهنا. طب بره ايه الموقف؟ بره هنعيد نفس القصه، نتكامل اي دوت دي اريا بيساوي سيجما كيو على ابسلون نوت بنفس المنظر، هيبقى الطرف الشمال دايما هيطلع 4 باي ار تربيع اي، بس المره دي الار هي نص قطر سطح جاوس كالعاده، بس المره دي هي اكبر من ار كابيتال، يعني دايما الطرف ده بيبقى الاريا هي مساحه سطح جاوس، قبل كده كان مساحه سطح جاوس اصغر الار بتاعتها اصغر من ار بتاع الكوره، المره الثانيه كانت ار بتساوي ار الكوره، المره الثالثه الار اكبر من ار الكوره، فالسمول ار اكبر من الار بتاعت الكوره.
الطرف التاني في المعادلة سيجما كان على ايبسلون نون ما بيتغيرش، لان يعني دايما برضو معايا كل الشحنة جوه سطح جاوس. من اول ما طلعت على سطح الكورة وانا طالع لبره دايما معايا كل الشحنة بتاعت جاوس، كل الشحنة بتاعت الكورة، وبالتالي هيبقى الالكتري فيه بيساوي كيو على 4 باي ايبسلون نون. بس هنا الار هتبقى سطح جاوس المرة دي اللي هو اكبر من كابيتال ار بتاع الكورة، وعشان كده هبقى لما اجي ارسم بره بقى هيبقى الرسمة فيها كي كيو او 1 4 باي ايبسلون نون في كيو على سمول ار تربيع، وكل ما بعدت او خدت سطح جاوس مبتعدا الار بتاعته بتكبر فالالكتريك فيلد بيقل. وثيوريتيكالي لما يكون الار بيوصل لانفينيتي، يعني ارسم كوره من سطح جاوس نص قطرها انفينيتي يعني واقف بعيد قوي، ساعتها بيبقى الالكتريك فيلد قيمته بتساوي صفر. ويبقى ده الشكل اللي بيمثل تغير الالكتريك فيلد مع البعد من السنتر، جوه صفر على السطح بينط فجاه القيمه ماكسيموم وبعد كده يقل مع ار تربيع. في المثال اللي بعده هناخد بقى حاجه اصعب شويه، كلاود اوف تشارج. كلاود اوف تشارج يعني سحابه ليها على شكل كوره نص قطرها ار، وفي شحنه بقى جواها مش زي المره اللي فاتت الشحنه موجوده على سطح خارجي بس. هنقول ان هي في الحاله دلوقتي هنقول الحاله اسهل سنه، هنقول ان التشارج متوزعه بشكل يونيفورم. اليونيفورم ديستريبيوشن على طول اترجمه كرياضه انه ده بيؤدي الى كثافه حجميه، او حتى لو كانت المساله رد، يعني حتى لو كانت مساله على هيئة شحنة على هيئة خط يعني، أو حتى لو كانت على سطح، طالما هو قال يونيفورم يبقى أنا عندي الشحنة على الجسم كله متوزعة بالتساوي. فلو كان فوليوم هيبقى كيو على الفوليوم، لو كان مسطح هيبقى هستعمل سيجما بيساوي كيو على مساحة المسطح، لو كانت على هيئة خط فهيبقى عندي لامدا بيساوي كيو على طول الخط ده اللي هو الرد مثلا. فكلمة يونيفورم تترجم بكثافة ثابتة، كثافة ثابتة سواء بقى كانت رو أو سيجما أو لامدا. نون يونيفورم بقى هنتصرف معاها في المثال اللي جاي. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا كلاود اوف تشارج اللي هي كوره ليها نص قطر كابيتال ار عليها شحنه توتال اسمها كيو متوزعه بشكل يونيفورم، يبقى انا عندي سيجما عندي كثافه حجميه اسمها رو، هذه الكثافه الحجميه ثابته، وبالتالي لما اجي اعمل الطرف المعقد في المساله اللي هو سيجما كيو ان بيساوي تكامل رو دي في، فالتكامل ده هيديني تكامل رو وفي الدي في. الدي في بقى احنا حكينا قصه القشره الكرويه، لما اجي اكامل على كوره بقسمها شرائح كرويه، كل شريحه ده في الجزء الاولاني شرحنا القصه دي، الشريحه حجمها 4 باي ار تربيع دي ار. طيب الرو قيمتها كام عشان ادخلها في التكامل؟ هي قيمه ثابته اللي هي بتساوي كل الشحنه على كل الحجم، ده ترجمه لكلمه يونيفورم اللي في المساله. لو ما كانتش يونيفورم مش هتبقى كده، ما اقدرش اقول انها كل الشحنه على كل الحجم، هنتصرف معاها بقى بشكل تاني في المساله الجايه، في ساعتها الرو جيفن وما اقدرش احطها بالشكل ده، لكن انا حطيتها بالشكل ده علشان كلمه يونيفورم. طيب يبقى سيجما كيو ان بتساوي الرو تبقى ثابت تطلع بره، وعندي تكامل 4 باي ار تربيع دي ار اللي هو بيطلع 4 في 3 باي ار تكامل. فهيبقى عندي المنظر 4 في 3 باي هتطير مع 4 في 3 باي، ويتبقى عندي ار سمول تكعيب على ار كابيتال تكعيب. حيث ار سمول ده نص قطر سطح جاوس، يعني انا بكامل على سطح جاوس، يعني كل تكاملات جاوس يعني الشمال او اليمين على سطح جاوس، يعني التكامل الشمال هو تكامل الالكتري فيلد ضد اريا بتاعت سطح جاوس، والتكامل اليمين هو التكامل بتاع الشحنه اللي في سطح جاوس. وبالتالي اجي اخد بقى الطرف ده، واحد من طرفين المعادله خلص، الطرف الثاني تكامل اي ضد اريا ده هديني ايه؟ زي المره اللي فاتت بالظبط نفس القصه، ان يعني اي ضد اريا طالما بتعامل مع كوره هيبقى الالكتري فيلد راديال والدي اريا في اتجاه راديال، ودوت برودكت ما بينهم هيطلع اي دي اي لان السيتا ما بينهم بصفر، والالكتري فيلد مش هيتوقف على الاريا طالما انا على نفس البعد من السنتر يبقى ظروف واحده، فالالكتري فيلد اللي لسه ما اعرفش قيمته بكام هتكون هذه القيمه متماثله لكل الار، يعني هتبقى فيري سيمتريك از لونج از ام ستادينج ذا سيم بوينت ذا سيم ديستانس فروم ذا سنتر، هيبقى عندي 4 باي ار تربيع في اي لان الاي ثابت تطلع بره، وتبقى تكامل دي اريا اللي هو بيطلع 4 باي ار تربيع. يبقى ده طرف من المعادله وده الطرف الثاني، فده بيساوي ده، يبقى انا عندي الاي هودي ده 4 باي ار سمول تربيع تحت ده، فيطلع الكتري فيلد جوه كيو ار على 4 باي ار كابيتال تكعيب ابسلون نوت. النقطه بقى ان كل دي ثوابت ما عدا سمول ار، يعني سمول ار ده لو نص قطر سطح جاوس انا ممكن بقى اغير سطح جاوس، يعني ممكن اعمل نفس القصه ثاني بس يكون ار اكبر شويه او اكبر واكبر اكبر لحد ما اوصل للسطح الخارجي. فمعنى كده ان الكتري فيلد بيساوي شويه ثوابت مضروبه في سمول ار، معنى كده ان دي علاقه لينير او تناسب طردي ما بين الالكتريك فيلد والسمول ار.
ولما اجي ارسمها هيبقى كرسم بياني ان الالكتريك فيلد بيزيد بشكل خطي مع نص القطر بتاع كورة جاوس سمول ار لحد ما اوصل للسطح. عند السطح وهو طالع بره بقى هنيجي نحلها هتطلع بالظبط زي المرة اللي فاتت، لانه وانس انك وصلت للسطح فانت معاك الشحنة كلها، طلعت بره معاك الشحنة كلها، فهتديك نفس الريزلت بالظبط 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 زي المسألة اللي فاتت. لو الموضوع اتعقد شوية وادالك الكثافة نون يونيفورم، طبعا انت هنا ما تقدرش تفترض ان الرو بتساوي كل الشحنة على كل الحجم، هو بقى هيديلك الرو بتساوي ايه. المسألة دي مسألة صعبة شوية، لان هو مديك الرو بتساوي رو نوت في 1 ناقص 4 سمول ار، حيث سمول ار هو البعد من السنتر على كابيتال ار نص القطر بتاع كورة الكلاود. فأول مطلوب يقول لك هات لي توتال تشارج. طيب التوتال تشارج هيبقى تكامل رو دي في، عظيم، تكامل رو دي في، الرو مديهاني، الدي في زي ما قلنا شريحة كروية 4 باي ار تربيع. ده كده الفيزياء خلصت، فأنت محتاج إنك تعمل شوية رياضة يعني. الرياضة اللي هتعملها هتعمل إيه بقى؟ هتروح نطلع رو نود ده رقم ثابت يطلع بره، ولا 4 باي رقم ثابت يطلع بره. الار تربيع هتتضرب في الواحد، وبعدين تكمل تطلع ار تكعيب على 3، والار تربيع برضه تتضرب في الار يبقى ار تكعيب، ار تكعيب تكامل تديك ار اس 4 على 4، فيطلع المنظر ده من التكامل. يبقى ده كده منظر الشحنه جوه كوره جاوس اللي ليها نص قطر سمول ار. طيب لو انا عايز الشحنه كلها يبقى انا محتاج ان انا اكامل من زيرو لحد كابيتال ار، يعني هفترض ان انا هوصل لحد السطح عشان اجيب الشحنه كلها. يبقى الشحنه كلها كل اللي انا هعمله ان انا هعمل نفس التكامل ده، بس هبدل بدل سمول ار هبقى اوصل للسطح، يبقى كابيتال ار بدل سمول ار. هيطلع المنظر بالشكل ده، هيبقى عندي هنا ار اس 4 وار في المقام هيبقى ار تكعيب، وهنا برضو ار تكعيب، وبالصدفه ده ار تكعيب على 3 ناقص ار تكعيب على 3 هيطلع نتيجه صفر. فهنا نقطه استفهام، ازاي الشحنه اللي جوه الكوره التوتال بتاعها بيساوي صفر؟ لو انت بصيت على شكل الرو هتعرف ليه، لان الرو هو الرو بيساوي رو نوت 1 ناقص 4 ار على 3 ار. لما اقف عند السنتر مثلا نص القطر بتاع الجاوسن سيرفيس او الجاوسن سفير عند السنتر بيساوي، يعني هيبقى نص القطر ده ار سمول ده بيساوي صفر، فيبقى ساعتها رو بتساوي رو نوت. كل بقى ما ابعد عن السنتر الار دي بتكبر لحد ما اوصل لنقطه القيمه دي توصل فيها لصفر، وبعدين تقلب لنيجاتيف. يعني رو ده بيساوي صفر امتى؟ اخلي ده يساوي صفر، فده هيساوي صفر لما سمول ار ده يساوي 3 كابيتال ار على 4. عند هذه النقطة اللي هي 3/4 ار كابيتال، يعني على بعد 3/4 الراديوس بتاع السفير الكبيرة، ساعتها الرو هتبقى صفر. وبعدين الار لما تزيد لحد ما اوصل لكابيتال ار الرو بتكون نيجاتيف. يبقى انا عندي هنا الرو دي بتمثل شحنة موجبة ممتدة من along the span of the distance من السنتر 0 لحد 3/4 كابيتال ار، من 3/4 كابيتال ار لحد ار كابيتال المنطقه دي شحنه نيجاتيف. والمحصله بقى بتاعت المجموع ده على ده، ولو خدنا في الاعتبار الفوليوم كمان يبقى ساعتها ده يفسر ليه الشحنه المجموع بتاعها كله بيطلع صفر. طيب عايز بقى الالكتريك فيلد، هو احنا نتوقع ان في المسائل زي كده الالكتريك فيلد بره ما فيهوش مشاكل، يعني الالكتريك فيلد بره زي حتى السفير العاديه الكوندكتنج، هي دايما مشاكل النون كوندكتورز اللي فيها شحنه من جوه بتبقى الكتريك فيلد جوه، لكن بره بتبقى خلاص معاك كل الشحنه في سطح جاوس وخلاص. فلو ابتدينا بره هنرسم سطح جاوس برده كالعاده زي المره اللي فاتت، اكبر من نص اكبر من السفير، ونقول انت كام اي ضد ايه بيساوي سيجما كيو ان على ايبسلون نوت، سيجما كيو ان لاجل الحظ بقى بيساوي صفر، يبقى اكيد الكتريك فيلد بيساوي صفر. خلصت سهله قوي في الحته دي. طيب جوه تكامل اي ضد اريا الطرف الشمال اللي هو الطرف المعتدل اللي هو بيطلع اي في 4 باي ار تربيع، بيساوي الناحيه الثانيه مجموع الشحنات اللي جوه على ايبسيلون نقطه، مجموع الشحنات اللي جوه سطح جاوس اللي هو بيطلع من التكامل ده اللي احنا عملناه بدري يعني. فهو التكامل عندي بالمنظر ده اهو، هقسمه على اللي جنب الاي اللي هو 4 باي ار تربيع، وعندي ايبسيلون نوت في المقام هنا، واقعد اخلص شويه حاجات هيطلع المنظر 1 على 3 ايبسيلون نوت رو نود مضروبه في ار سمول ناقص ار سمول تربيع على كابيتال ار. يعني الالكتريك فيلد دلوقتي واخد جوه هذا الشكل، دي معادله تربيعيه كوادراتيك بولينوميال، يعني معادله من الدرجه الثانيه سكند ديجري، وفيها دي هيبقى ليها كام صفر؟ دي هيبقى ليها صفرين. يعني الالكتريك فيلد من المتوقع لو انا حبيت اجيب بيساوي صفر فين وحليت البتاعه ده، هي هلاقي في اماكن فيها الالكتريك فيلد بيساوي صفر ببساطه كده. لو حطيت الار هنا بصفر والار هنا بصفر هتلاقي النتيجه دي بصفر، ولو حطيت الار بتساوي ار كابيتال
هيبقى ار كابيتال ناقص ار كابيتال تربيع لار كابيتال يطلع بصفر. فهتلاقي الالكتريك فيلد بيساوي صفر في نقطتين. فهو عشان يساعدني ارسم الالكتريك فيلد ده قال لي ايه؟ هات بقى الفانكشن دي وشوف لي الماكسيمم بتاعها فين. خلاص كده ما اصبحتش فيزياء كده اصبحت رياضه. يعني الالكتريك فيلد طلع بالصيغه دي، طيب انا عايز الماكسيمم بتاعه، نجيب الماكسيمم بتاعه هنفضل بالنسبه للار ونساوي بالصفر عشان اطلع فين الالكتريك فيلد بيساوي ماكسيمم عند ويتش ار يعني. فهيبقى 1 على 3 ايبسيلون نود رو نود، ده كلها ثوابت تستنى بره، تفاضل السمول ار ايكوالز 1 والديفرنشيشن اوف ار سكوير ايكوالز 2 ار، وساوي الكلام ده بصفر فالثوابت دي هتطير ملهاش لازمه. يطلع ان سمول ار ايكوالز كابيتال ار باي 2. يبقى لما تكون الار الصغيره سطح جاوس يقف عند نص ار الكبيره بتاع السفير، هناك الالكتريك فيلد ليه قيمه ماكسيمم. طب كام القيمه دي؟ اخد الار اللي هي بار على 2 وارجع اعوض الصياغه بتاعت الالكتريك فيلد. هاخد السمول ار بنص ار كابيتال والسمول ار بنص ار كابيتال، يطلع في الاخر الالكتريك فيلد الماكسيمم فاليو بتاعته 1 اوفر 12 ايبسيلون نوت تايمز ار رو نوت. وبالتالي لو حبيت ارسم انا الشكل بتاع الالكتريك فيلد مع السمول ار، هو بره ما فيش شحنات والالكتريك فيلد بره بصفر، فخلاص يعني هو الالكتريك فيلد هيقف عند كابيتال ار يعني. فالمهم انه هو بصفر عند السنتر وبصفر عند كابيتال ار، وماكسيمم هنا عند هذه النقطه اللي هي نص كابيتال ار، وهيبقى شكل ايه؟ شكل زي البارابولا كده المنظر ده. فهي مسألة رزة شوية في الحسابات بتاعتها. الاكزامبل بعد كده ظريف قوي. هو بيقول لك ان انت عندك سفيريكال شيل اللي هي قشرة كروية ليها نص قطر داخلي بي وخارجي سي، وفي سفير كوندكتنج سفير عليها تشارج 3 كابيتال كيو، والاتنين دول كونسنتريك. كونسنتريك يعني متحدين المركز، فالمركز بتاع دي هو المركز بتاع دي. دي كرة مصمتة يعني سوليد ويعني مليانة من جوه، وده هواء المنطقة الشفافة دي أو المنطقة الفاتحة دي هواء، وبعدين تيجي الشيل بقى اللي هي القشرة الكروية. القشرة الكروية عليها شحنة توتال بتساوي ماينس كيو. يبقى جوه أنا عندي سفير لها راديوس سمول اي و which has a total charge of positive 3 كيو، وفي الأوتر شيل عندنا inner radius b and outer radius c و charge بتساوي minus q. السؤال دلوقتي احسب لي electric field everywhere واحسب لي توزيعة الشحنة على الاوتر شيل. واحد يجي يسأل ايه ده توزيعة الشحنة على الاوتر شيل؟ استنى استنى استنى، ده كوندكتور، المفروض ان الكوندكتور خلاص يبقى على طول الشحنة تطلع على السطح الخارجي. هي الفكرة ان الشحنة عشان تطلع على الاوتر موست سيرفيس، ده بيجي من الفكرة اللي قلناها قبل كده انه لازم يحصل الكتروستاتيك اكوليبريم. الالكتروستاتيك اكوليبريم علشان يحصل الشحنات بتتنافر وبيحصل بينها ريبالشن يعني، والفري كاريرز بتاخد الشحنه وتجري ويبعدوا عن بعض لحد ما يوصلوا لاوتر موست سيرفيس. طيب هل في الحاله دي هيحصل الكتروستاتيك اكوليبريم بالمنظر ده؟ انت عندك شحنه جوه 3 كيو، هل الشحنه ال 3 كيو على الانر سفير دي هتسيب السفيريكال شيل في حالها؟ تعال نشوف جاوس هيقول ايه في الحاله دي. لو طبقنا جاوسز لو على السفير الصغيره اللي جوه اللي هي عليها شحنه 3 كيو وراديوس سمول اي، لو وقفنا جوه خالص عند ار اصغر من اي، الالكتريك فيلد بيساوي صفر لان مفيش شحنه جوه وخلاص، ده الوضع المعتاد العادي. في المنطقه ما بين اي وبي اللي هو ما بين سطح الخارجي للكوره اللي جوه دي وسطح داخلي للشيل، هنعمل تجمع اي ضد ار بيساوي سيجما كيو انسايد على ابسلون نوت. سيجما كيو انسايد سطح جاوس هنا هيبقى عباره عن لو انا واقف في المنطقه هنا ان بتوين، هيبقى معايا الشحنه اللي هي 3 كيو، يبقى 3 كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير كالعاده زي اي مساله عاديه ما فيهاش حاجه. طيب لو جينا في المنطقه ما بين بي وسي وعملت سطح جاوس هو المنقط بالاحمر ده، سطح جاوس في الحاله دي جواه كام سيرفيس؟ جواه السيرفيس بتاع بي وجواه الشحنه وجواه السفير دي كلها اللي عليها شحنه 3 كيو. طيب دلوقتي انا متاكد ان مفيش الكتريك فيلد ومفيش شحنه في المنطقه اللي ما بين بي وسي لان دي منطقه جوه كوندكتور، فديفينتلي مفيش الكتريك فيلد مفيش شحنه. يعني لو انا جيت طبقت قانون جاوس في المنطقه دي هقول ان تكامل اي ضد ار بيساوي سيجما كيو على ابسلون نود، الاي بيساوي صفر ده اكيد، وبالتالي سيجما كيو لازم يساوي صفر. طب ما هو سيجما كيو؟ سيجما كيو مجموع الشحنات الموجوده جوه سطح جاوس. طيب مين جوه سطح جاوس؟ السفير ديال عليها شحنه 3 كيو، ومين كمان؟ السطح الداخلي ده. طب ما هو معنى كده ان السطح الداخلي ده لازم يكون عليه شحنه ماينس 3 كيو، بحيث انه 3 كيو ماينس 3 كيو يكون المجموع بتاع الشحنات صفر، علشان ده يحقق الشيء اللي انا متاكد منه انه الالكتريك فيلد هنا جوه الكوندكتور بيساوي صفر.
يبقى معنى كده انا استفدت من الحقيقه العلميه انه فيزيكلي لازم يكون الالكتريك فيلد والشحنه جوه الكوندكتور بيساوي صفر، وبالتالي لازم يكون الثلاثه كيو دول بيشدوا قصادهم ماينس 3 كيو بحيث انه يكون جوه الكوندكتور الالكتريك فيلد صفر. وده شيء منطقي يعني، ده اللي هو التشارجنج باي اندكشن، ده اللي هو بالحث يعني ان هو 3 كيو دول بيشدوا قدامهم 3 كيو باشاره معاكسه. طيب في اول المساله كان قال لي ان الشيل دي عليها تشارج توتال بتساوي ماينس كيو. اذا كان التوتال ماينس كيو اللي هو مجموع الشحنه على السطح الداخلي بقى بي اللي هي 3 ماينس 3 كيو، والشحنه على السطح الخارجي سي، يعني انا عندي سطحين واحد اتاكدت ان عليه ماينس 3 كيو واللي بره ما اعرفش عليه كام، بس انا اعرف ان المجموع على كل الشيل دي بيساوي ماينس كيو. يبقى معنى كده ماينس 3 كيو زائد كام يديك ماينس كيو، يبقى اكيد الشحنه اللي هنا على سطح سي اسمها بلس 2 كيو. يبقى الخلاصه انه الشحنه اللي على 3 كيو هنا على السفير اللي جوه هتشد ماينس 3 كيو علشان يبقى الالكتريك فيلد جوه بين بي وسي بيساوي صفر، لان ده ميتال او كوندكتور، وبالتالي الباقي بقى هيروح على سي. طب الباقي كام؟ انا التوتال كان ماينس كيو وهنا في ماينس 3 كيو، يبقى هنا في بلس 2 كيو. اخر حاجه لو حبيت تحسب الالكتريك فيلد بره خالص هعمل سطح جاوس كبير قوي بره الراديوس سي، ويطلع النتيجه المعتاده مجموع الشحنات على 4 باي ابسيلون دوت تربيع. مجموع الشحنات هيبقى في الحاله دي مجموع كل الشحنات اللي هو الشحنه على السطح بتاع السفير دي والشحنه بتاعت الشل كلها، فالسفير 3 كيو والشل كلها ماينس كيو، يبقى 2 كيو على 4 باي ابسيلون دوت تربيع. الامثله السهله بقى لو كان عندي شيت يعني التكنس بتاعه بيساوي صفر وعايز احسب الالكتريك فيلد، فانا هروح اخترقه كده بسلندر جاوسيان وهيبقى ليها 3 سيرفيسز التوب والبوتوم واللاترال سايد. التوب هيبقى ليها اريا فيكتور عمودي عليها لبره زي ما اتفقنا سطح المقفول باخد العمود لبره، البوتوم يبقى لتحت لبره، واللاترال الجانبي يبقى لبره كده في اتجاه راديال. الالكتريك فيلد هيبقى عمودي على الشحنه او السطح المشحون هيبقى لفوق او لتحت. فوق هيبقى الالكتريك فيلد والدي اريا بينهم زاويه صفر، وتحت بينهم زاويه صفر، وعلى السطح الجانبي بينهم زاويه 90. وبناء عليه لما اجي افك التكامل بتاع جاوس هيبقى تكامل اي ضد اريا بيساوي سيجما، يعني ثلاث تكاملات تكامل اي دي اريا على التوب، وفي الحاله دي هتبقى الزاويه زيرو زي ما قلنا الاثنين ليهم نفس الدايركشن، وهيبقى اي دي كوزاين صفر بواحد يبقى تكامل اي دي اي، والالكتريك فيلد كالعاده ما بيتوقفش على الدي اريا هيطلع بره يبقى تكامل دي اريا يطلع اريا. نفس الفيلم هيحصل تحت ويبقى النتيجه اي اريا. السطح الجانبي الاتجاه الراديال ده دايما عمودي على الالكتريك فيلد بينهم زاويه 90، فالكوزاين بتاع باي على 2 بيساوي صفر يبقى النتيجه صفر. يبقى طرف من طرفين جاوس لو اللي هو انتجرال اي ضد اريا هيطلع 2 اي في اريا، حيث اريا دي مقصود بيها هي الاريا بتاعت البيز او القاعده بتاعت السلندر دي. الطرف الثاني مجموع الشحنات اللي جوه جاوس مقسوم على ابسلون نقطه، في كام شحنه جوه جاوس؟ اللي هيحصل ان السلندر دي هتقطع الشيت في دايره، يعني المقطع بتاع السلندر دايره سو ات ويل انترسكت ذا شيت بدايره تانية، فهيبقى في شحنة سطحية، وهو قال إن التوزيع هنا يونيفورم، فشحنة سطحية بكثافة سيجما، فالكثافة السيجما دي هتديني شحنة سيجما في الأريا. يبقى أنا عندي الطرف الشمال 2 إي أريا، والطرف اليمين مجموع الشحنات اللي هو هيبقى سيجما أريا، وأخلص الأريا مع الأريا وأقسم على 2 يطلع لي يساوي سيجما على 2 إبسلون نود بتاع الشيت. لو كان عندي انفاينايت كوندكتنج بليت، الكوندكتنج بليت بيبقى ليه سمك شويه كده، فانت لو رسمت السلندر هتلاقي ممكن قاعده من القاعدتين راحت تحت في المنطقه اللي فيها الكتريك فيلد بيساوي صفر لان هي جوه الكوندكتور. فبنفس الاسلوب بتاع المره اللي فاتت، يعني هنا التكامل اللاترال هيساوي صفر لان الزاويه 90، اللي تحت ده كان زمان يعني في الشيت ليه قيمه لكن المره دي هيبقى صفر لان هو جوه الكوندكتور، فانا هيبقى عندي اي في اريا بس والناحيه الثانيه سيجما اريا على ابسلون نوت، فيبقى النتيجه سيجما على ابسلون نوت. واحد يجي يسالني يقول لي طب ليه ما كملتش السلندر اللي بره كده؟ لو انا كملت السلندر اللي بره هبص على الشحنه اللي من تحت اللي هي مش باينه هنا في الرسم يعني، وساعتها هيبقى عندي 2 اريا و2 شحنه وهتطلع النتيجه هي هي برضه سيجما على ابسلون نوت. اخر مثال عندنا هو القضيب اللي طوله انفاينايت برضو وعليه شحنه خطيه متوزعه بكثافه لامدا، لو حوطناه برضو بسلندر عشان نجيب الالكتريك فيلد بتاعه. انت كان ممكن تحل المساله دي بكولوم على فكره، وهتبقى مساله معقده جدا، ده المثال اللي هو كان اتلغى في شابتر كولوم فلانه معقد جدا رياضيا، نشوف بقى جاوس يحلها ازاي في ثانيه. يعني الاتجاه بتاع الالكتريك فيلد هيبقى راديال خارج من القضيب ده في اتجاه راديال، هو اتجاه جانبي كده.
هنرسم سطح جاوس بقى بيكون ليه ارتفاع ال، وال ده ما فرقش هيطير دلوقتي في الحسابات، وهو نص القطر بتاع قاعدة الاسطوانة اسمه الار. هنيجي دلوقتي نعمل الثلاث تكاملات كالعادة، السطح اللي فوق واللي تحت والجانبين. دلوقتي اكتب فيه الراديال، فالراديال ده مع الاتجاه بتاع التوب والبوتوم عامل 90 درجة، فالتكاملين اللي فوق واللي تحت هيطيروا، لان هيبقى كوزين 90 بصفر، وهيعيش بس التكامل الجانبي، فهيطلع لي في الاخر الطرف بتاع تكامل اي ضد اريا ده هيرسم في الاخر على اي في الاريا الجانبية اللي هي 2 باي ار ال محيط القاعدة في الارتفاع. في قد ايه شفنا عندي جوه؟ لمدة في الطول من القضيب اللي دخل جوه جاوس سين سيرفيس هيبقى لمدة في ال، يبقى تساوي الطرفين دول ببعض 2 باي ار ال اي بالطرف الشمال، ولمدة ال بالطرف اليمين، شيل ال مع ال وتقسم على 2 باي ار، يطلع الاكس في لمدة 2 باي ار ابسلون. اخر ملاحظة عندنا في الشابتر ده ان احنا كنا لقينا انه السفير ليها الكتريك فيلد براها على طول، الكوندكتنج سفير كيارا رابس النود ارض كابيتال تربيع. الشحنه على مساحه السطح، مساحه السطح 4 باي ار تربيع، دي ممكن نسميها سيجما، كثافه سطحيه. ويبقى الالكتريك فيلد على سطح كوره بيساوي سيجما على ابسلون نود. برضه لقينا الكوندكتنج بليت بيطلع الكتريك فيلد سيجما ابسلون نود. الحقيقه ان دي نتيجه جنرال لاي كوندكتور، يعني اي كوندكتور في الدنيا طالما انا واقف على السطح بتاعه على طول زي كده سطح السفير ديت، انا ممكن ارسم سطح جاوس اسطوانه منقطه زي دي صغيره قوي، وطبق قانون جاوس هنا ويطلع عندي نتيجه سيجما على، يعني دي على كده زي البليت، بس هو ده سطح مبعكك يعني، بس لو خدت حته صغننه منه هعتبرها زي البليت اللي حليته من شويه في الاكزامبل نمبر 9. وساعتها هيبقى عندي الكتريك فيلد نير ذا كوندكتور سيرفيس بيساوي سيجما على ايبسلون نوت. هي دي نتيجه جنرال لاي، لكن لاي كوندكتور، بس هي مش صح بعيد، يعني لو وقفت بعيد هنا عن الكوندكتور مش هلاقي دايما الاكتري فيلد سيجما ابسلون نود، يعني ما كانش انفاينايت بليت بيديني سيجما ابسلون نود افري وير. لا يعني مش اي كوندكتور، يعني الانفاينايت بليت بيديني سيجما ابسلون نود افري وير في اي مكان، اي كوندكتور تاني هيديني سيجما ابسلون نود قريب منه، لكن بعيد عن اي كوندكتور تاني غير الانفاينايت بليت لا النتيجه مش هتطلع سيجما ابسلون نود. يعني مثلا زي السفير، يعني السفير ادي النتيجه على السطح بتاعها بتديني سيجما على ابسلون نود، لكن بعيد هيبقى بدل الار دي هيبقى سمول ار اللي هي بتتغير، فساعتها ده ما يبقاش اسمه سيجما على ابسلون نود. يعني دي كانت ملاحظه اخيره يعني هتكون مفيده شويه في بعض المسائل. شكرا لحسن الانصات، ارجو تكونوا استفدتم.